من الزمان والمكان يؤثران على حياة الإنسان ويشكلان تفكيره وأفعاله. إذا يكون المكان هو المستودع الذي يسكن فيه كل البشر آثارهم وآمالهم وأحلامهم، وهو المنطقة التي ينصهر فيها العلم والدين والثقافة والأحلام، لهذا يصبح المكان لا غنى عنه الإنسان، فهو مركز الأولى والذي يحتوي الإنسان منذ ولادته وحتى مماته. والارتباط القائم بين الإبداع والمكان يمنح الإبداع خصوصية جغرافية وروحية محلية، ويوفر له قدرات الطرح في إطار يرسم للتلقي الجزء الأكبر من التكوين النفسي المبدع. ويعد المكان من أهم أساسيات التشكيل اللغوي، وذلك باختلاف اللهجات والتقاليد والروابط والعلاقات، وللمكان روح يعهد لها القلب. المباني والأشجار والأمثال المتداولة الشائعة والشعور بالأمان واحتضان الأحلام والتواصل والحركة بين أفراد الأسرة وأفراد المجتمع. وربما يكون المكان في كل من العمل الأدبي والفني في معظم الأحيان تخيليا، له الرموز التي تضفي على المعاني والتأويلات قدرا كبيرا من الابتكار والتجديد. وباختلاف المكان أو تغيير معالمه، لا يمكن أن يكون لهذه الأحداث نفس الأثر على المتلقي، وترتبط الفترة الزمنية بخصوصية هذا المكان. على سبيل المثال، روايات الكاتب الكبير نجيب محفوظ خان الخليل وقصر الشوق وبين القصرين وأولاد حارتنا، وأيضا مستمع قامة أستاذ يحيى حقي بتوصيف المكان في رواية قنديل أم هاشم. وتحتل محافظة القليوبية موقعا استراتيجيا هاما بين محافظات مصر، فيرتبط بين القاهرة والوجهين البحري والقبلي، وتكون بذلك ضمن محافظات اقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لذا فهي تحمل زخم ثقافي كبير. وكما يقول الشاعر محمد الشحات محمد في كتاب مؤتمر يوم واحد، تقع القلوبية شرق النيل عند رأس الدلتا، ويحبها من جنوب محافظة القاهرة والجيزة، وشمالا الدقهلية والغربية، وشرقا الشرقية، وغربا المنوفية، ويتخللها نهر النيل، ويضم عالمها القناطر الخيرية للتحكم في مياه الدلتا على مدار العام. وسلسلتين تشيران إلى أهمية المحافظة في الإنتاج الزراعي للعاصمة، وكذا يضم العالم تلسا للتعبير عن النشاط الصناعي في شبر الخيمة والعبور والخنكة وقليوب وقهر. ومن أهم معالم هذه المحافظة جامعة بنها ومسجد ناصر وكورنيش النيل وقصر محمد علي وحدائقه بشبر الخيمة، وتم اليهود بشبيد القناطر وترعة الإسماعيلية وليحات الثلاثة البحيري والمنوفي والتوفيقي. وقد أفاد مبدع القليوبية من التراث والأصالة والتقاليد والأمثال الشعبية وأيضا التقاليد الخاصة بهذه المحافظة، وبعض الموالد الشعبية في مساجد سيدي سعيد والشيخ مصلح والشيخ الجعفري وغيرها. ومن حيث التجديد فإن نوادي الأدب والأنشطة المختلفة عبر قصور وبيوت الثقافة بفرع القليوبية، وكذلك الجمعيات الأدبية والصالونات والتجمعات الأدبية المختلفة قد لعبت دورا مهما في هذا الإطار، وفي ضوء الوعي القومي بخصائص وصفات هذه المحافظة. إذا كان الإبداع بصفة عامة هو تعبير عن روح الإنسان، ذلك الإنسان الذي يعيش في مكان معين وزمن معين وتحت ظروف معينة، فلا شك أن تلك العناصر المجتمعة تمثل روح الإبداع المكان والزمان والظروف، على أن هذا التأثير يبدو ظاهريا أو خفيا في المنتج
ولكن منها أن يحتل مركزه بعض تلك العناصر بقدر ما يكون تأثيره في المنطقة. وأسماء المبدعين من محافظة القلوبية أعضاء اتحاد كتاب مصر